صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هل هذا في قضاء الله الشرعي أم في قضائه الكوني؟ الكوني والقدري. كتب الله يعني في اللوح المحفوظ، كتب الله في اللوح المحفوظ وقدر أن الله يغلب هو ورسله، وأن العاقبة للمتقين دائما وابدا، ولو جرى في أول الأمر أو في بعض الأحوال شيء من النكبة فإن العاقبة للمتقين فهم الغالبون دائما وابدا، ولو حصل عليهم في بعض الأحيان بسبب من قبلهم شيء من النكبة فإن هذا ليس لهوانهم على الله عز وجل، وإنما هو لمصلحتهم من أجل أن يتذكروا ويتوبوا ويستدركوا خطأ، ومن أجل أن يمحص الله عنهم بذلك، من أجل أن يمحص الله عنهم بذلك، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فما يجري على المؤمن خير له إذا صبر. نعم.